السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحالة معنا عبارة عن جافر جانا ميت، فشرحنا عشان نوصل لسبب الوفاة. فزي ما شايفين في الفيديو، سبب الوفاة عبارة عن تقرحات في جدار المعدة موصلة للبطن نفسه. يعني لما شقينا البطن وجدنا ان القرح عاملة ثقب في جدار المعدة موصلة للبطن من جوه. دي اثار الحموضة القوية بسبب البشمة. زي ما شايفين كده في التهابات قويه في جدار المعده، حتى في الشحم اللي ملتف حوالين الامعاء نفس الطريقه. وزي ما شايفين تاكل جدار المعده بشكل عجيب سبحان الله. هذا كله بسبب الحموضه الزايده في الكرش. شوف ما يوب مسكنا بس راح فك الكرش تماما في جدار البطن. دي اثار البشمه او اثار التخمه، بيحصل زيها في الغنم وفي الابقار وفي الجواميس وفي الابل وفي كل أنواع المجدرات زي كده. فنحاول العلف أو الأكل للحلال المجدر بالذات يكون وجبات وبكميات مناسبة للحلال، ولأن التعرض للبشمة بيدينا النتيجة اللي احنا شايفينها في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.